معكم مسلسل زبده طويل شاعره وزجاله رئيس جمعيه التراثيه المغرب من الدار البيضاء. اليوم كنحتفلوا بعيد المسيره وعيد الاستقلال، وفي نفس الوقت كنحتفلوا بتوقيع الشاعر محمد بن علو في ديوانه وجهه القلب. كذلك كان ناس كريم ديال الاستاذ مجدي الفنان ديالنا ووصلات شعريه ووصلات موسيقيه. كنرحب بالجميع ونتمنى هذا الحفل يدوز باحسن حال. وان تمر قدوم فحب الاوطان، فحب الاوطان من بينهم ان تحسه اذا دفعته عصاميته وشغفه وطموحه الى الابداع بنا. بداية كنبغي نشكركم على هذه الاستضافة الكريمة المجسدة في العالم 24. كنحضر اليوم هنا لهذا الحفل بمناسبة الذكرى الغالية على المغاربة، ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال من تنظيم جمعيات تراثيات المغرب تحت الرئاسة ديال الأخت زبيدة. فجد سعيد بتواجد اليوم إلى جانب جميع الإخوة من فنانين ومن المجتمع المدني والجمهور وجمال الغيواني. جد سعيد بتواجد معكم وكنبغي نشكركم وكنبغي نقول لكم بأن بالنسبة للجديد ديالي راه يلا صدرت آخر الأعمال ديالي مولاة القفطان أنديو اللي درته مع واحد المغني ديال الراي كذكروا الأخ شحتمان. وكنبغي نشكر جميع محبي جمال الغيواني أينما كانوا داخل أو خارج أرض الوطن. اسم عبد الله بن نوار مستشار جمعية تراثية المغرب بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وذكرى عيد الاستقلال تقدم جمعية تراثية المغرب حفلة فنيا ثقافيا وفن تشكيلي. بمناسبة توقيع ديوان أجلة القلب للشاعر محمد بن علو. أولا التحية للحضور الكريم لهذا العرس الججلي المتميز والمنظم من طرف جمعية تراثيات المغرب. وبهذه المناسبة نشكر كل الأخوات والإخوان والسيدة رئيسة الجمعية زبيدة طويل على كل الجهود التي تبذل من أجل تفعيل عمل ثقافي جاد. معكم أشرف بوهالي مخرج مسرحية سينمائي وممثل ورئيس فرقة ولاد جي جلالة. الحضور ديالي اليوم اللي هو من الدعوة للأخت زبيدة طويل لجمعية التراث المغربي اللي كنحيوها على هذا المهرجان البسيط، وكنحيو جميع الناس وخصوصا السي عبد الرحيم الجديه اللي فرحانين بالتكريم ديالو اليوم. ولهذا كنتمناو هاد التراث هذه ما ينقرضش، يبقى لجميع المهرجانات. يعني كل كما نشوفوا المهرجانات كنتمناو المهرجان يكون خصوصا اكثر يتذكروا التراث الوطني ديالنا الترابي، ماشي انسان يهمل واحد التراث وخصوصا الزمن الارشيف. يعني ما كرهناش هذا التراث يبقى كهو كبلادنا. يعني نتمنوا نبقاو ديما يعني يكون الحضور ديال المهرجانات بهذا السبب هذا. ولهذا انا كنحيي الناس اللي هما كيوقفوا على هاد العروض ديال المهرجانات، ونحيوا الاخت زبيده طويل، ونتمنى ان شاء الله الصحيحه وطول العمر الجميل ان شاء الله يعفو لنا من هذا الوباء.